نفى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال مارك ميلي تدمير روسيا لأي من منظومات صواريخ هيمارس في أوكرانيا. أكد ميلي أن القوات الأوكرانية تستخدم هيمارس والمنظومات المماثلة بشكل فعال. ومجاته قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، قال إن القوات المسلحة الروسية عاجزة عن تدمير منظومات هيمارس حتى لو جرى استهدافها بصواريخ S-400.